بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة إخواننا معدنا مع درس جديد من دورة فيجوال بيزك 2012 تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. درسنا النهاردة شروط تسمية المتغيرات أو نيمينج فاريبلز، طريقة تسمية المتغيرات. تسمية المتغير طبعا أخذنا المتغير، عرفنا بنخزن فيه إزاي والديكليريشن. تسمية المتغيرات ليها شروط. تسمية المتغيرات ليها شروط ازاي؟ لو جينا فتحنا مشروع زي اللي انا فتحته ده وجبت مثلا قلت له ايه، انا عايز اعرف متغير اسمه النيم مثلا، طبعا بقول له ديم خلاص صار كلمة دايمنشن ثم كلمة اسم المتغير النيم ثم اسك ثم نوعه او الفاريابل طيب. هنا ان كلمة النيم ده اسم المتغير، خلي بالك اسم المتغير ده بيخضع لشروط معينة، ما ينفعش اكتب اي اسم. تمام، اول شرط من الشروط دي لازم يبتدي اسم المتغير، خلي بالك يبتدي اسم المتغير بايه؟ بحرف وليس رقم، تمام، او حرف خاص. تمام، يعني ابتدي هنا بايه؟ بنيم، ما ينفعش اقول له فور نيم هيقول لي خطأ. تمام، لاحظ هنا لما اقف عليها بيقول لك ايدنتيفاير اكسبكتد، لا لازم هنا يبقى لازم تعرف لي حاجه قبلها، حط هنا حرف ماشي اف مثلا ماشي مفيش مشكله. طبعا الاخضر ده عشان بيقول لك ان يوزد لوكال فاريبل، انت الى الان عرفته بس ما استخدمتوش. ممكن اقول له مثلا ان ايه اف فور نيم بيساوي مثلا ايه اي اسم مثلا علي، تمام كده خلاص. لكن ما تجيش هنا تقول لي انا خليها ابدا باربعه، لا كده ما ينفعش، سيبك من الخطا ده. لكن ده هنا ما ينفعش، هنا ما ينفعش يبتدي بايه برقم، ممكن يبدا باندر سكور عادي، ممكن يبتدي باندر سكور ما فيش مشكله. يبقى اول شرط اهو تمام الا يبدا او يجب اهو ان يبدا بايه، يبدا بحرف بس او اندر سكور، حرف او اندر سكور بس يحتوي على رقم، لا الرقم يبتدي من الحرف الثاني عادي، ممكن هنا تكتب اربعة وهنا خمسة مثلا اي حاجة تالتة كده عادي مفيش مشكلة، لكن تبتدي برقم بحرف لا. تمام، طيب يبقى اول حاجة ما ينفعش يبتدي بايه بحرف. الحاجة الثانية ما ينفعش يحتوي على احرف خاصة. ازاي؟ احنا قلنا بيحتوي على اهو على ارقام عادي، فبالتالي بدل كتبنا هنا بيحتوي على ارقام. تاني حاجه ما ينفعش يحتوي على احرف خاصه. ايه الاحرف الخاصه؟ اللي مثلا ايه ده مثلا ايه علامه الدولار مثلا، علامه مثلا ايه البيرسنت، علامه مثلا ايه علامه اند وهكذا. يعني الاحرف دي حتى لو بديت لا يقول لك لا خلاص ما ينفعش، ما ينفعش تستخدم الاحرف الخاصه اللي هي شيفت والارقام اللي فوق في الكيبورد. تمام، يبقى هو تاني نقطة عدم استخدام الأحرف الخاصة، خلاص عدم استخدامها خالص في الايه في الاسم. طيب تالت حاجة بقى، او يعني الحاجة اللي عليها الدور، بعرفنا الشرط الاول الشرط التاني، ما ينفعش يزيد عن خلي بالك 255 رقم، اسف 255 حرف، حرف او رقم يعني. تمام، طيب تمام دي في الايه في النسخ القديمه، يعني تقريبا ممكن 2005 او 2008 ما ينفعش يزيد عن كام، عن 250 كاركتر. تمام، 250 ايه حرف، سواء بقى يحتوي على حرف او رقم. طيب من اول 2010 بدا يقول لك لا ما ينفعش يزيد عن 1024 كاركتر. 1024 ايه كاركتر، يبقى الشرط اهو يجب الا يزيد عن 1024 حرف او رقم او اندر سكور برضه. تمام، انت ممكن تعمل اندر سكور، يعني مثلا تقول له مثلا ايه اهو احمد اندر سكور
4 اندرسكور علي او اي حاجه، بس المهم ما يزيدش عن كام؟ عن 1024. كان قبل كده ما ينفعش يزيد عن ايه 250، لكن من اول 2010 ما ينفعش يزيد عن 1024. اظن كده الى الان يعني الامر واضح. طيب تمام، الحاجة اللي بعدها بقى، ما ينفعش يكون متكرر في نفس الايه، او اسف قبل ده، ما ينفعش يحتوي على كلمات محجوزة. ما ينفعش يحتوي على كلمات محجوزة، يعني ما ينفعش هنا، او مش بيحتوي على كلمات محجوزة، ما ينفعش استخدم كلمات محجوزة. تمام، طيب في فرق بين يحتوي وفرق بين مطابق بنفس الاسم. ما ينفعش اقول له مثلا هنا ديم صب كده، لا خطأ. هقول لك الصب، خلي بالك keyword كلمة محجوزة، كلمة دلالية اصلا محجوزة عندي، is not valid تمام as identifier، ما ينفعش. تمام، طب لكن هنا قلت له مثلا فور بلاش فور صب، صب فور تمام ماشي، ما فيش مشكلة، هو بيحتوي، هو بيحتوي عادي، بس مش هو نفس الايه، مش في نفس كلمة صب. ما ينفعش برضو استخدم كلمة موديول، ما ينفعش تقول له دوم الموديول از سترنج يقول لك لا ده موديول ده كيورد. تمام، طبعا الكلمات الكيورد بتبقى معلمه باللون الازرق، اللون الازرق كل ده كلمات الايه الكيورد، كلمه محجوزه زي كلمه مثلا كلمه اف تمام، او كلمه مثلا ايه كلمه فور، او كلمه وايل، وكل الكلمات اللي احنا ايه هناخدها ان شاء الله اللي هي الكلمات الايه المحجوزه والكلمات الدلاليه. تمام، يبقى هنا الشرط الرابع اهو، الا يكون مشابه اسم المتغير، اسم المتغير مشابه لكلمة محجوزة، محجوزة. تمام، طيب تمام. النقطة اللي بعدها انا خلي ده مثلا ايه النيم، النيم. النقطة اللي بعدها والاخيرة، اسم المتغير خلي بالك لا يحتوي، او اسم المتغير ما يكونش مطابق لمتغير تاني في نفس السكوب او نفس المجال ده. ايه السكوب؟ لو احنا عرفناش لسه السكوب، السكوب هو المجال، ده صب، دي اند صب تمام، دي بدايه المجال ودي نهايه المجال، وده موديول وده ايه ها نهايه الموديول، بس ده صب داخلي منه. تمام، ما ينفعش هنا اقول له ديت ديم النيم از سترينج مثلا بيساوي مثلا احمد او مثلا علي اهو تمام، واجي تحت اقول له ديم النيم از مثلا سترينج تاني بيساوي اي صيغه، حتى لو علي مش هيفرق عمرو. هنا اقول لك خطا، لا استنى، ايه الخطا؟ خلي بالك بيقول لك ايه، لوكال فاريبل النيم، اللوكال الفاريبل اللي اسمه نيم از اوريدي ديكليرد ان ذا كرنت بلوك، في البلوك كده بالفعل موجود عندي اصلا واحد اسمه ايه ها، واحد اسمه نيم، فما ينفعش انت تيجي تعرفه. امتى اعرف النيم تاني؟ لو انا عندي صب تاني اهو، عندي مثلا صب تاني اسمه مثلا ماي سب، خدت ده حطيته هنا مش حصل اي مشكله خالص، مفيش مشكله. ليه؟ لان ده مكان ها وده مكان، ده مكان مختلف، هم الاثنين في نفس الموديول تمام، بس ده مكان، ده سكوب او بلوك وده سكوب او بلوك، لكن تجيب لي ده هنا او تطلع ده فوق يقول لك لا الاثنين موجودين بنفس الاسم او متغيرين بنفس الاسم في بلوك او سكوب واحد او مجال واحد، سكوب يعني مجال، ما ينفعش. خلاص، يبقى هو الشرط الخامس، يجب الا يتشابه اسمين او متغيرين، اسمين لمتغيرين في مجال واحد او في مكان واحد. اتفقنا يا اخواننا؟ يبقى دول الخمس شروط اساسية، ما ينفعش يبدأ بحرف، او يجب ابدا يبدا بحرف او اندرسكور، ما ينفعش انا احط رقم. طيب ثم بعد كده عدم استخدام الاحرف الخاص، ما ينفعش استخدم الايه الاحرف الخاص. اللي بعده ما ينفعش يزيد عن 1024، كان في النسخ القديمه لحد تقريبا 2008 ما ينفعش تستخدم عن اكتر من 250 حرف، لا من اول 2010 تقدر تستخدم لحد 1024 حرف، ثم بعد كده اقف، ما ينفعش يزيد. تمام، طيب ثم بعد كده النقطة اللي بعدها الرابعة وقبل الأخيرة، ما ينفعش اسم اسم المتغير مشابه لكلمة محجوزة keyword، ما ينفعش. الحاجة اللي بعد كده، ما ينفعش يبقى عندي اسمين لمتغيرين في مجال واحد. تمام، تمام. طيب
ايه هي بقى كده الى الان؟ خدنا شروط تسمية المتغير، نقطة بسيطة هتكلم عنها نفس الموضوع، وهي يعني الطريقة الافضل لتسمية المتغيرات. في طريقتين الكامل، ومش عارف مش هتكلم عن الحاجات دي، انا هتكلم عن حاجات بسيطة خالص. تسمية المتغير يا اخوانا، انت لازم تمشي، خلي بالك، انت لازم تمشي على طريقة محددة لتسمية المتغير خاصة بيك انت او خاصة بالفريق اللي انت شغال فيه ككل. ازاي؟ انا مثلا خلي بالك لازم اعرف يعني ايه نيم ده هو اسم، بس نيم ايه؟ ما ممكن يكون عندي مثلا اسم مستخدم، ممكن يكون عندي مثلا اسم مثلا ايه العميل، ممكن يكون عندي اسم الشيء اللي انا بعمله اسم مدرسه، لو انا شغال مثلا في مثلا وليكن المشروع اسمه مدرسه بعمل قاعده بيانات، ممكن يكون اسم المدرس، ممكن يكون اسم المدير، ممكن يكون اسم المدرسه. ما ينفعش اسيبها نيم كده، لا، اقول له مثلا ايه ده اسمه ستودنت، تمام، ستودنت نيم. عايز تختصر كلمة student تقول له والله student ده، مفيش مشكلة. عايز تفصل بينهم مثلا بالحرف الاول capital والحرف الثاني كده capital اهو student name، ماشي. عايز تقول له والله افصل بينهم بالunderscore، ماشي، تمام. يعني انا بفضل تفصل بينهم بالunderscore، تمام. عايز تشتغل الاثنين capital، ماشي، خلاص. عايز تشتغل الاثنين small كده، ماشي، مفيش مشكلة خالص. يبقى خلي بالك اول حاجة تعرف النيم ده بتاع ايه، ما تسيبليش كده، تمام. طيب تاني حاجة ممكن تستخدم برضو الايه طريقة خاصة بيك، ممكن تستخدم ايه طريقة خاصة بيك، تقوله مثلا ايه ده والله النيم اهو متغير بتاع الستودنت مثلا، براحتك. يعني انت تعمل لك طريقة، طرق تسمية المتغيرات كتير، انت تتبع طريقة تتبعها على طول، تمام، عشان ما تلخبطش نفسك. ده كل شويه انا هبدا بالايه بتعريف الشخص ثم اسم المتغير وهكذا. يعني في طرق كتير، اتبع طريقه بتريحك انت، افضل اتبعها الى على طول، تمام، طول شغلك عشان تريحك. تفتح المشروع بعدها بسنه، تمام، او بعدها بتعمل ابجريد او تشتغل في اي حاجه، برضو تلاقي ايه المشروع بتاعك نفس التعريف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.